الطبقة اللي هي قبل النهائية مثل ما تلاحظونها، هذه الطبقة من بعدها راح تبدأ عملية فرش الإسفلت بعشرة سنتيمتر، ويكون في هذا المكان طريق التنمية أو طريق ميناء الفاو اللي راح يربط ميناء الفاو بالطريق السريع. قد استكمل بطبقته النهائية، لكن إن شاء الله على مدى ال 63 كيلو. تم تحديد موقع ربط السكاكي مع ميناء الفاو بطريقة التنمية، يعني حدد مسارات مع ميناء الفاو. تقصد الربط السكاكي يعني غير شكل أمام المواطن؟ لا لا لا، لا أنت قصدك أنه نعم نعم، المنطقة اللي راح تكون منطقة رابطة بين طريق التنمية سكاكيا والطرق السكاكية لميناء الفاو، تم تحديدها من قبل إدارة المشروع وثبتت رسميا كمستوى ليفل، وبنفس الوقت كبوينت اللي هي راح يكون بها الربط. ثم المباشر ان شاء الله؟ ان شاء الله راح يبدا العمل بها حال الاعلان الرسمي عن البدء بتنفيذ مشروع طريق التنميه.